أكد المايسترو سليم سحاب أهمية عودة مادة التربية الموسيقية للمدارس. وخلال مناقشات المحور المجتمعي ضمت جلسات الحوار الوطني الأسبوع الماضي أن تتناول الأغاني ذات القيمة الفنية العالية والتي تمثل التراث المصري الموسيقي وتصقل المواهب الصاعدة. اتكلمت بالذات على أنه التربية الموسيقية يجب أن تعود إلى المدارس بشكل تذوق موسيقي ولو ساعة في الأسبوع. ولو ساعة في الأسبوع يجوا مختصين يقدموا أغاني مع شرح بسيط كده، أغاني التراث، الأغاني اللي فيها قيمة فنية عالية تمثل تراثنا الموسيقي. إلى جانب ذلك أنا بطالب يعني يا ريت يبقى فيه ما يشبه اللامركزية الثقافية للمحافظات، يكون كل محافظة فيها اكتفاء ذاتي ثقافي وموسيقي، وده هذا حيرفع مستوى الموسيقى التذوق الموسيقي والتذوق الوجداني والتربية الوجدانية في كل مصر، حيرفعها بشكل الذوق العام بالضبط.